بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بحول الله وقوته حول إحدى الوظائف المهمة للآباء الأمهات تجاه أبنائهم وبناتهم. هذه الكلمة كلمة الوظيفة، وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني هذه وظيفة، هذا واجب من الواجبات الدينية، كما أن الصلاة واجبة، كما أن الحج واجب، كما أن الجهاد في سبيل الله واجب. هذه الوظيفة أيضا واجبة على الآباء وعلى الأمهات تجاه أبنائهم وتجاه بناتهم. وهذه الوظيفة هي وظيفة الموعظة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. الله تعالى في هذه الآية المباركة لا يقول وإذ قال لقمان، وإنما يؤكد على هذه المقاطع: وإذ قال لقمان لابنه، كان يتحدث مع ابنه. ولا يكتفي الله تعالى بذلك، وإنما يضيف وهو يعظه، كان في حالة موعظة، كان في حالة تنبيه لهذا الولد. مقدمة نقول الموعظة على نحوين. النحو الأول: موعظة دورها الإثارة. هذا النوع من الموعظة لا يوجد عندك شيئا جديدا، أنت ما فاقد لذلك الشيء، وإنما هنالك شيء موجود، وهذه الموعظة تثير ذلك الشيء. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في وصف الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وفي دور الأنبياء، يقول: ليثيروا لهم دفائن العقول. يعني هذا الشيء موجود، لا يفقد البشر هذه الأشياء التي يقولها الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، شيء موجود ولكن مدفون، ولكنه مخبأ. الأنبياء صلوات الله عليهم يأتون ويثيرون هذا الشيء الموجود. نفط كان موجود تحت الأرض، يأتي هنالك شخص أو جهة تثير هذا الشيء،
ما خلقت النفط، وإنما أثارت هذا الشيء ليثيروا لهم دفائن العقول. وفي آية كريمة الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله ويقول: فذكر إنما أنت مذكر. يعني شيء نعرفه ولكن نحتاج إلى تذكير، شيء غفلنا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: بالمواعظ تنجل الغفلة. يعرف ذلك الشيء ولكن غفل عنه، ولكنه نسيه. الموعظة ما الذي تعمل؟ تزيل هذه الغفلة. واحد كان غافل عن هذا الشيء ثم يتذكر ثم ينتبه ثم يلتفت. لماذا نؤكد تبعا لأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم على المجالس الحسينية؟ ليش؟ ليش ينبغي على المؤمنين إلا من هو معذور بينه وبين الله، إذا واحد عنده عذر ذاك بحث آخر، ليش ينبغي لكل واحد واحد من المؤمنين أنه يخلي مجلس في بيته؟ لأن المجلس موعظة. الخطيب ربما يقول شيء أنت تعرفه، لا يقول لك ربما في بعض الأحيان شيئا جديدا، ولكن الإنسان يحتاج إلى تذكير، يحتاج إلى إلفاظ، يحتاج إلى من ينبهه ويثير له ما هو موجود في ذهنه. الكل يحتاج إلى الموعظة، العالم يحتاج إلى الموعظة، الجاهل يحتاج إلى الموعظة، الشيخ الكبير يحتاج إلى الموعظة، الطفل يحتاج إلى الموعظة، الكل يحتاجون إلى الموعظة. الشيخ الأنصاري يحتاج إلى الموعظة، كان يقول: لنذهب إلى مجالس الوعظ فقد قست قلوبنا. هذا الشيخ اللي كان بعيد عن الدنيا، الشيخ اللي ما كان متوغل في الدنيا، هذا يقول فقد قست قلوبنا. فماذا نقول نحن اللي من الصباح إلى الليل كل متوغلين في الدنيا، ما نحتاج إلى موعظة، ما نحتاج إلى هذه المجالس، ما نحتاج إلى هذه المنابر. ليش نحتاج؟ وإلى اليوم الأخير نحتاج. هذا النوع الأول من أنواع الموعظة، موعظة دورها الإثارة. النوع الثاني من أنواع الموعظة، هذا النوع لعله لا يقل أهمية عن النوع الأول، ولعله من بعض الوجوه يكون أكثر أهمية من النوع الأول، من بعض الجهات، من بعض الحيثيات أهم من النوع الأول. هذا النوع الثاني، النحو الذي تشير إليه هذه الآية الكريمة، موعظة دورها البناء. الموعظة التي تبني، الموعظة التي تخلق، الموعظة التي تكون. أطفالنا عندما يولدون كيف يولدون؟ هل يعلمون شيئا؟ هذا الطفل الذي ولد يعلم شيء؟ أو يجهل كل شيء؟ الظاهر من الآية الكريمة أن الطفل يجهل كل شيء، أي شيء لا يعلم. الله تعالى يقول في الآية الكريمة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه العلماء يسموها النكرة في سياق النفي تفيد العموم،
لا تعلمون شيئا، يعني أي شيء لا تعلمون، يعني أبده البديهيات كما يظهر من هذه الآية، أوضح الواضحات الطفل ما يعرفها. شنو أوضح الواضحات؟ الطفل هل يعلم أنه موجود؟ إحنا كل واحد منا عندنا علم بوجود ذواتنا، هذا علم من أوضح الواضحات، من أبده البديهيات. الطفل يعلم أنه موجود؟ ظاهر الآية لا. الطفل في اللحظة الأولى عندما يخرج من بطن أمه حتى ما يعلم أنه موجود، هل يعلم أن اجتماع النقيضين محال؟ لا. هل يعلم أن ارتفاع النقيضين محال؟ لا. هل يعرف أن الكل أعظم من الجزء؟ لا. هل يعرف قانون الذاتية؟ لا. أي قانون ما يعرف، أي شيء ما يعرف، كل شيء ما يعرف، أي قانون طبيعي، قانون رياضي ما يعرف. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي شيء من الأشياء، ولكن أكو هنالك قابلية في الطفل. الفرق بين الطفل وبين هذا الجدار، هذا الجدار ما له قابلية، هذه الحصاة ما فيها قابلية، ولكن الطفل فيه قابلية. أكو هنالك قابلية، هذه التي يقال لها بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، عنده فطرة. بعدين شوية شوية بالعقل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ذهن الطفل، قلب الطفل، عقل الطفل يبدأ بالعمل فيعرف أنه موجود. بعض العلماء كاتبين أنه بعد أسبوعين الطفل يبدأ بالوعي، ولكن الشيء اللي يظهر من بعض الروايات قبل ذلك، لعله في اليوم الأول الطفل يبدأ بالوعي شيئا فشيئا عبر السمع والأبصار والأفئدة، يعني يفكر، يلاحظ بعينه بسمعه. حتى بعض العلماء كاتبين شيء عجيب، يقول الطفل وهو في أيامه الأولى عن طريق السمع اللي عنده يميز بين اللهجات، يعني واحد أجنبي ينطق بلغة أجنبية، كيفية النطق يختلف عن أهل تلك اللغة. الطفل يميز أن هذه اللهجة غير هذه اللهجة إلى هذا الحال. لا تعلمون شيئا، ولكن وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن هذه الموعظة جدا مهمة في حياة الطفل. ليش؟ لأن ذا تبني الطفل، هاي مو إثارة، موعظة دورها البناء، ذا تكون نفسية هذا الطفل، ذا تبني هذا الطفل. هذا البناء أشقد يستمر؟ 80 عام، 80 عام أو أكثر أو أقل. هذا الطفل رهين كلمتك، هاي الكلمة اللي واحد يقولها في البيت، كلمة الذكر، عندما تقول للطفل الحمد لله هذا يسمع، هذه الكلمة تنطبع في ذهنه، الحمد لله تنطبع في ذهنه إلى متى؟ إلى 80 عام. كلمات القرآن، كلمات الموعظة، كلمات النصيحة تنطبع في ذهنه. إذا والعياذ بالله كلمة شاتم بعض الآباء، بعض الأمهات لا يراعون في كلامهم أمام الأطفال، هذا الطفل، هذا الطفل دا يبنى بهذه الكلمة. شايفين بعض الأفراد يستخدمون ألفاظ غير لائقة؟ ليش؟ راجعوا، كثيرا ما تجدون هاي كلمة الآن، قبل 70 سنة سمع هذه الكلمة انطبعت في ذهنه، الآن دا يردد تلك الكلمة.
يعني واحد دا يبني في الواقع طفل 80 عام 70 عام، بعدين هذا الطفل له أطفال، هذه البنت لها بنات ولها أولاد، هذه التربية تؤثر في الجيل الثاني وتؤثر في الجيل الثالث، ولعله هذه الآثار تمتد إلى أجيال كثيرة. لذلك حقيقة أولادنا بناتنا جدا يحتاجون إلى الموعظة، واحد يعظهم، يعظهم في كل شيء. الله تعالى في هذه الآية يقول: وإذ قال لقمان لابنه، لقمان كما يظهر من بعض الروايات ما كان نبيا، مو نبي اللي نقول هؤلاء أنبياء، لا، رجل عادي عادي عادي، وفي بعض الكتب أنه كان حبشيا، رجل حبشي يمكن يعني من الحبشة أو من إفريقيا، على كل حال كان عبدا حبشيا، هذا هو لقمان. ولكن الله تعالى أعطاه الحكمة، الله خيره، عرض عليه الدنيا، مو الناس عرضوا عليه الدنيا، الله عرض عليه الدنيا عبر الملائكة، قال إذا الله يحتم علي ما يخالف، لأنه إذا حتم علي هو يأخذني، هو يسددني، هو يأيدني، ولكن إذا يترك لي الخيار، إذا مو واجب ما أريد الدنيا. الله عرض عليه الدنيا فرفضها، قال ما أريد الدنيا. ثم نام واستيقظ وهو حكيم، الله أعطاه الحكمة. حقيقة شلون نصائح حلوة عنده، جدا لطيفة. راجعوا بحار الأنوار شلون ينصح ابنه. وإذ قال لقمان لابنه، بعض الآباء ما يحشون ويا أبنائهم، هذا غلط، كأنه أكو حاجز بين هذا الأب وبين هذا الابن أو مع هذه البنت، هذا ابنك، هذا مضاف إليك في عاجلك وفي آجلك، هذا أولى الناس بالنصيحة. عندما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، حافظوا على أنفسكم وحافظوا على أهليكم، مو فقط أنت وظيفتك أن تصلي، لا، ابنك أيضا أوقظه للصلاة. يقول أنا أصلي، أنا إيش علي بابني؟ المرأة تقول أنا أتحجب، أنا إيش علي ببنتي؟ بعدين هذه البنت تدمر حياتك أيها الأب، تدمر حياتك أيها الأم. اتركها تروح في الجامعة، تروح في المدرسة بعنوان أنه هاي طفلة، هاي ما تفتهم، إن شاء الله بعدين، هاي بعدين تدمر حياتكم وتدمر آخرتكم أيضا، هي هاي البنية أو هذا الولد. عندما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، واحد من الصحابة، واحد من المسلمين، أخذ يبكي، قام يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله، مضمون الرواية، ليش تبكي؟ قال: يا رسول الله، إحنا على أنفسنا ما نقدر، الآن كلفنا بأولادنا وبناتنا، إحنا نقدر على أنفسنا، إحنا خوش أوادم، إحنا حقيقة الناس متقين، إحنا على نفسنا ما نقدر، الآن كلفنا بأولادنا وبناتنا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إذا عرفت أن وظيفتك، هاي كلمة الوظيفة وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، بعد ما عليك، تعرف هاي وظيفتك، تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر تنصحهم، بعد ما عليك شيء أكثر من هذا، ما عليك، لا تكلف إلا نفسك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه:
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا نتأمل في هذه المقاطع التي وردت في كلام لقمان لعله يمكن أن نقسمها إلى 4 أقسام، بعدنا وقت نفصل فيها. ولكن شوفوا هذه النصائح التي ذكرها الله تعالى عن لسان لقمان جامعة لكل خير. أول شيء الأصول الاعتقادية، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم هنا جملة معترضة بعد هذه الجملة المعترضة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، يقول لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. المبدأ والمعاد، المنظومة العقائدية، المبدأ والمعاد. واحد يزرع الاعتقاد في نفس هذا الطفل، الاعتقاد بالله أنه حقيقة أكو الله. أكو بعض الناس عمق التدين موجود فيهم، هذا وين عمق التدين يظهر؟ في مفترق الطرق. عمق التدين يظهر فيه حقيقة متدين. احنا الآن كنا قاعدين هنا، المظاهر لا تكشف من عند عمق التدين، هذا هو المهم. حقيقة عند إيمان بالله، حقيقة عند إيمان باليوم الآخر، هذا في الامتحان يظهر، في امتحان المرأة يظهر، في امتحان المال يظهر، في امتحان الرئاسة يظهر، في هذه الامتحانات يظهر عمق التدين. الأبو يتمكن يغرس في نفوس أبنائه عمق التدين، أنه حقيقة أكو الله، حقيقة أكو آخرة، حقيقة يا بني. هواي كلمة لطيفة، بني غير ابني، بني تصغير، ابن تصغيره شنو؟ بني مضاف إلى ياء المتكلم. التصغير يأتي بمعان في اللغة العربية، ومنها إبراز الشفقة واللطف، أنه مو من فوق واحد يحشي، باللطف. حقيقة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. حقيقة يكون هذا في عمق في وجدانه، هاي وظيفة من؟ هاي وظيفة الأم، هاي وظيفة الأم، هاي مو وظيفة المدارس، هاي مو وظيفة هاي الوسائل الإعلامية الفاسدة المحيطة بهؤلاء الأولاد، هاي وظيفة الأب والأم. أن يغرسوا في نفس الطفل عمق التدين، عمق الإيمان بالله، عمق الإيمان باليوم الآخر. ينقل أنه كان طفل، يبدو أنه هذا العمق كان موجود فيه. الآن منو غرس هذا العمق في نفسه؟ أمه أو صديقه أو أي شيء، المهم مو أبوه، لم يكن أباه. في يوم من الأيام اشتدت الحاجة بهذا الأب، فأخذ ابنه وياه، قال له تعال. راحوا إلى بستان من البساتين، ثم بعد ذلك الأب قال للابن أنت أوقف هنا، أنا أروح حتى أخذ من هذه الثمار، يسرق للحاجة، فإذا شفت واحد بسرعة أخبرني. الأب راح وأخذ يأخذ من هذه الثمار، وإذا بالأب ينادي بسرعة. الأب خائف نزل وإجي قال منو؟ قال أكو واحد يشوفنا. قال من هو هذا الواحد؟ قال هو الله، الله دا يشوفنا. أنت تخاف من إنسان عادي أنه لا يشوفك على هذه المعصية، ولا تخاف من الله المحيط بكل شيء؟
هذه الكلمة كاتبين أثرت في نفس الأب وخجل من نفسه وتاب وعاد إلى بيته واستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا عمق التدين. يعني حقيقة واحد يرى الله عليه رقيبا، واحد يعرف أن كل شيء فيه حساب وكتاب. هذا البعد الأول، البعد العقائدي. البعد الثاني الفروع، هذه كانت الأصول. البعد الثاني فروع الدين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذا البعد الثاني. الأب يعلم ابنه الصلاة، يوقظه لصلاة الصبح كل يوم قبل صلاة الظهر، يقول له الآن بعد شوية يوذن، توضأ، تهيأ للصلاة. وضوء التهيؤ مو واجب طبعا، مستحب. يعلم على هذه الأشياء، مو يصلي آخر الوقت. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذا البعد الثاني الفروع. البعد الثالث الأخلاق، يشير إلى خلق يمكن أن نعتبر منبع لكل الأخلاق. شنو هذا الخلق؟ الصبر، واصبر على ما أصابك. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في الطاعة تصيبك آلام، اصبر عليها. في المعصية يصيبك ألم، فاصبر. في المصيبة يصيبك ألم، فاصبر. أكو خارج هذه المنظومة شيء من الأخلاق بعد؟ يعني في الواقع الصبر جامع لكل الأخلاق في نفس. علمه الصبر، علمه التحمل، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الأصول، الفروع، الأخلاق، رابعا الآداب. الآداب غير الأخلاق. العلماء يقولون الأخلاق، شنو الفرق بين الأخلاق والآداب؟ الأخلاق هيئات باطنية راسخة، هاي يسموها أخلاق. الآداب هيئات الأفعال، الهيئات الظاهرية. علمه الأدب، عندما يقعد على المائدة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، علمه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، علمه يقول الحمد لله رب العالمين، قول هذه نعمة، تعلم كم حولنا من الفقراء، إيش قد ناس يموتون من الجوع، إيش قد ناس ما عندهم رغيف خبز، اعرف قدر هذه النعمة، قول بسم الله، قول الحمد لله، اشكر هذه النعمة، لا تأكل هذه الفاكهة تأخذ شوية منها وترمي الباقي. واحد يعلم، هذه آداب. كيف تتكلم، كيف تمشي، هذه كلها آداب، هاي مو أخلاق. الأخلاق غير الآداب. الأخلاق هيئات باطنية، والآداب هيئات الأفعال الظاهرية. يشير إلى هذا البعد، ولا تصعر خدك للناس. تصعر يعني شنو؟ مرض يصيب البعير فتعوج رقبته. هذا المرض يصيب البعير، رقبته تعوج. بعض الناس يعوجون رقبتهم، مرض، مرض الكبر. واحد يجي فقير يطلب منه حاجة يعوج رقبته، هذا مرض في الواقع. هذا يسمى ولا تصعر خدك للناس. ما يلتفت فقير ضاع، كل اعتذر منك ما عندي. اما انه تميل بوجهك وتعبس في وجهه، عبث وتولى ان جاءه الى اخر الايات. ليش؟ ولا تصعر خدك في الناس، ولا تمشي في الارض مرحا، تكبر، اختيال. ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، المشي المتوسط، واغضض من صوتك. هذا الشيء اللي نشوف في بعض مساجدنا، بعض الأفراد
يتكلمون بأصوات مرتفعة، هذا مو زين، هذا يوجب العذاب في المسجد في البيت في الديوانيات. واحد على كيف يتكلم؟ واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله تعالى قمة في الأدب، ولكن ليلفت إلى قباحة هذه الظاهرة. أكو أصوات أكثر إزعاجا من صوت الحمير، كصوت بعض الأصوات الفلزية مثلا، هذه الأصوات أكثر إزعاجا. ولكن الشيء المكروه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حقيقة شوفوا شلون وصية جامعة، الأصول، الفروع، الأخلاق، الآداب. أبنائنا بناتنا لنخليهم، واحد يعظهم ينصحهم يخلي لهم برنامج. غالب والد الفرزدق، الفرزدق الشاعر المعروف اللي يذكر اسمه فوق المنابر بمناسبة قصيدته في الإمام السجاد صلوات الله عليه، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم إلى آخر القصيدة. هذا الفرزدق كان طفل صغير، أبوه غالب، غالب من صحابة أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومن عظماء قومه حشك الكاتبين، وقبر مدفون هنا في منطقة كاظمة، ما أدري داخل البلد أو في حدود البلد، المهم مدفون في منطقة كاظمة. غالب جاء إلى أمير المؤمنين ومعه ابنه الفرزدق. التفت أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال: من هذا؟ من هذا الطفل اللي وياك؟ قال: هو ابني همام، اسم الفرزدق همام، الفرزدق لقبه. وقد علمته الشعر وكلام العرب، علمته الشعر، علمته كلام العرب. فقال له أمير المؤمنين: هل لا علمته ما هو أفضل من ذلك؟ شعر ما في إشكال، أدب ما في إشكال، فيزياء وكيمياء ورياضيات وطب ما فيها إشكال، التمرن على هذه المهارات الجديدة ما في إشكال، ولكن أكو أفضل من ذلك، لأن هاي حياة الفانية دا يأمن حياة الفانية، بينما تلك تؤمن حياته الباقية. هل لا علمته كتاب الله؟ أن يعرف القرآن، أن يعرف التجويد، هاي كلمتي، أن يعرف الترتيب. هل لا علمته كتاب الله؟ أولادنا يعرفون يقرون القرآن، يعرفون التجويد، يعرفون الترتيب. شوف واحد عمره 60 سنة ما يعرف يقرأ القرآن، كل غلط يقرأ على المصحف، يقرأ غلط. يحفظون القرآن، تدرون هذا شقد يأثر في نفسية الطفل، حفظ آية من آيات القرآن شلون قوة فيها، شلون إيحاء فيها، شلون تأثر في الإنسان في المواقع الصعبة، في مواقع الامتحان، هذه الآية تؤثر في نفسيته. هواي مهم حفظ القرآن، هواي مهم حفظ نهج البلاغة بالمقدار الممكن. يقول هذه الكلمة من أمير المؤمنين الفرزدق وهو طفل، يقول: أثرت في نفسي، فعاهدت الله، راح للبيت وقيد نفسه بقيد، لعله قيد رجليه بحديد بحبل، وقال: أبقى في مكاني ولا أحل هذا القيد حتى أحفظ القرآن كله، فقط للمواقع الضرورية، كان يروح لوضوء مثلا، لصلاة كذا، لا أحل هذا القيد حتى أحفظ القرآن كله. وفعلا وفى بعهده كما يذكر المؤرخون، ربط ذلك القيد إلى أن حفظ القرآن كله في شقد، 3 أشهر 4 أشهر أي مدة، حفظ القرآن ثم حل القيد. واحد يعلم أولاده، يعلم بناته على الآداب، على الأخلاق، على الاستيقاظ لصلاة الفجر،
على التكلم بصوت خافت، على عدم التكبر، على الإحساس بآلام الفقراء والمساكين، على إعطاء الفقراء والمساكين، على أن لا يكون من الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. واحد يغرس هذه القيمة في نفسية الطفل، أن المال لا قيمة له، أن المال لا يصنع لك الآخرة، أن المال لا يصنع لك الخلود. وبهذا واحد يأمن مستقبل هؤلاء الأطفال، يكونون ذخيرة لكم في دنياكم وذخيرة لكم في آخرتكم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا أكو دورات دينية ملائمة، واحد يدخل أولاده في هذه الدورات، يدخل بناته في هذه الدورات حتى يستفيدوا في دنياهم وآخرتهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.